بتحب تتفرج على فيديوهات؟ اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. كريم انت دخلتك التمثيل فاهمه ان هي كانت داخله شمال. ايه ده؟ ليه؟ لا يعني يعني انت مش رايح واخد قرار انا عايز امثل، انا رايح امثل، انا رايح مسرح الجامعه عشان امثل، دخلت بالغلط يعني. اه لا خالص، انا هو ده اللي قصدي الشمال. آه يعني لا لازم نوضح الحاجات دي. الشمال لا يعني قصدي ان الدخله مش مقصوده كده بالصدفه. انا كنت عايز يعني مش في دماغي امثل يعني، دايما كنت اتفرج على الافلام، احب اتفرج على الافلام والسينما وبتاع، بس مش في دماغي امثل، كان نفسي اغني بس ما فيش اي مقاومات فاتجهت. يعني انت كنت نفسك تبقى مطرب؟ نفسي، كان نفسي والله، كان نفسي ابقى زي محمد فؤاد كده. لا مش عارف ليه بجد ولا بهزار؟ يعني والله العظيم ما بهرج، كان نفسي اغني. يعني انت موهبتك الاصليه الغنى؟ لا ما فيش موهبه. امنيتك الاصليه؟ نفسي غير الموهبه. يعني نفسي يعني وانت صغير كده تقعد كنت تغني في قدام المرايه او وسط اصحابك؟ طبعا، وامشي في الشارع بالليل اقعد اغني كده بودعك اخر وداع وبتاع. لا والله والله كنت مجنون. طب الميكروفون جنبك؟ لا ما فيش جنبي. لا لا جنبك يا كريم. مفيش مقاومات. ما انا ايدك، ما احنا عايزين ناخد الموضوع بالتدريج يعني. انا اكتشفت الفشل فمش هينفع دلوقتي اعمله. ليه نكتشفك من جديد يا كريم؟ ايوه هو ده. الحب الحقيقي. فانت ايه، انت كنت شايف في نفسك مطرب؟ بالظبط. وكنت بقى بتدق الابواب وبتدار ولا لا مطرب في نفسك وخلاص؟ لا انا مبسوط كده وخلاص. لحد ما كبرت بقى ورحت الجامعه. طبعا دخلت الجامعه اول ترم ده مش في دماغي لا تمثيل ولا في دماغي حاجه، انا داخل اظبط بنات. اول يوم الجامعه لازم نروح نظبط بنات معروفه. وانت عين شمس؟ جامعه عين شمس؟ لا القاهره، تجاره القاهره. بالظبط. تجاره القاهره. دخلت اول ترم ده ما طلعتش المسرح، اتحبيت واحده. صاحبتها حبتني، فانا كنت بحبها، فالتانية دي كانت بتتدخل وتبوظ حاجات، فزهقنا في يعني اجي اقعد جنبها فلاقي التانية عايزه تقعد في النص، حاجات كده، فزهقت بقى. بعد كده بقى ايه، دورت على حته طراوة اقعد فيها، ما لقيتش في الجامعه كلها حر، فقلت لصاحبي تعالى نطلع المسرح لان المسرح فيه تكييف. فطلعنا المسرح. لقيت التكييف حلو قوي، ما كنتش عايز انزل بقى. قعدت بقى، قعدت اتبسطت جدا انا في التكييف، ما كنتش عايز انزل خالص. جم قالوا لي البروفه مغلقه. يعني ايه مغلقه يا باشا؟ قال لي يعني مش هينفع تقعد في البروفه، يعني اطلع بره، يعني اتحرمت من التكييف. بالظبط. فدي مصيبه. قلت له طب انا هشترك في الفريق. قال لي طب تعالى بكره 10 الصبح. قلت له طب هقعد دلوقتي وبكره اجي لك 10 الصبح. قال لي لا معلش دلوقتي مش هينفع. قمت ماشي وانا زعلان جدا. يعني انت دخلت التمثيل عشان الطراوه بتاعت مسرح الجامعه؟ بس انا بفرهد اصلي في الحاله. يعني انت مفيش تحايل ولا بتضحك علينا ولا حاجه ولا اي حاجه؟ مفيش بقى. وكان امل ان انا ابقى ممثل والكلام الكبير ده؟ مفيش، الكلام ده مش موجود، ما كانش في خيالي اصلا. انا يعني طلعت جيت له بقى تاني يوم الصبح الساعه 10 الصبح. قال لي اطلع قدم نفسك. طلعت قلت له انا اسمي كريم محمد عفيفي وبتاع وكذا كذا. قال لي طب اعمل لنا حاجه. قلت له يعني ايه؟ قال لي مثل لنا حاجه. انت ابيض ولا حتى تعرف حد من اصحابك بيمثل اصلا؟ مفيش. واعمل لكم امثل لكم ايه؟ انا دلوقتي انا جاي الساعه 10 امثل لكم ايه؟ قلت له طب انا ممكن اغني. قال لي غني. قلت له بقى لو بتحبوا البلد دي خلوا عيونكم عليها. وهي يعني غنتها بقى ايه بتأثر قوي، لو بتحب وفوق قوي لازم حد بيغني اللي يقولها. مش اي حد. فانت ساعتها حسيت ان انت ابهرته بقى الراجل؟ ابدعت بقى. انت حسيت انه اعجب بصوتك؟ لا خالص، كانوا بيضحكوا. ومن هنا قفشت جوا، ليه بيضحكوا ليه عليا وبتاع. فقعدت لقيتهم بيعملوا ارتجالات حلوه في المسرح وكنت قاعد مبسوط وبضحك من اللي هم بيعملوه، فحبيت الموضوع بقى وقلت ليه طب ما ممكن اكمل. يوم في التاني في التالت خلوني اخش معاهم في الارتجالات دي لحد ما لقيت نفسي بعرف يعني الموضوع ماشي. بس فمشي بقى من هنا. وابتديتوا بقى تعملوا حاجات على مسرح الجامعه؟ زي الحاجات اللي شبه اللي هنشوفها دلوقتي. بابي خالو كان متيسر بس هوائي بشكل مؤثر، كان قلبه يحب بالجمله ويتجوز بالقطاعي، ولا كانش في ناس سؤاله يقولوا له ايه الداعي، كان قلبه يحب بالجمله ويتجوز بالقطاع. ايوه ولا كانش في ناس سؤاله يقولوا
فقالت خد عندك، وقالت له شيل على قدك 11 بص وبيان وتسعة جواز بنات غير سبعة توفوا كمان واتحدفوا من الكشوفات. 11 جص بيان أيوة وتسعة جواز حمام لا حمام غير إيه؟ سبعة كيلو وراك واتنفخوا من النفخات والحالة اتدهورت وحياتنا اتدمرت والوالد صحته من الغلب اتأخرت. وطلعت في وسط الزحمة لقيت الدنيا ضلمة صرخت وقلت يما وجريت من الحارة إلى الشارع وإلخ إلخ أطلع